ولا البتول الشريف صارت معنا بالاستديو. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير. يا رب صباح النور. اهلا وسهلا. هلا سؤال، كل مهندسين العماره هيك صوتهم جميل ولا بس انت؟ بس انا. بس انت عندك حدا بالعيله بينشد او بيغني او حتى بدندن لو بالمطبخ؟ لا صراحه هو انا اول وحده. انت الوحيده من العيله اللي صوتك حلو. حتى هم استغربوا اصلا من يعني وين؟ ما اخذتي وراثه؟ لا. طيب عارفين عنك اكثر، بتقول من وين؟ من فلسطين. وقد ايه صار لك هيك مكتشفه هي الموهبه الحلوه؟ هلا البتول الشريف من فلسطين، يعني هذا الفن عاش معي من طفولتي. يعني حتى على الصعيد الشخصي كثير بيعني لي، يعني كانت اكيد بالبدايه كموهبه، كاي طفل بيسمع اغاني بيحاول يقلد بيحاول هيك يسمع اهله، واكيد كانوا الاهل يعني داعم الاول لإلي. قد ايه كان عمرك تقريبا؟ يعني غالبا ما بتذكر، يعني كثير صغيره، يعني خمس ست سنين، كثير زمان. وشوي شوي صار تتطور، يعني بعدين بلشت يشوفوا اهلي الشغف، مثلا كنت احب اتعلم بيانو فجابوا لي بيانو، فشوي شوي بلش عبين ما وصلت للجامعه. صار بالنسبه لي متنفس عن دراستي، بدرس هندسه عماره وكثير كثير صعبه. فكنت بس احس حالي مضغوطه، خلص اروح اتعلم بيانو قانون، احاول انفس عن حالي بهذا الشيء. يعني اهلك دعموكي من البدايه، ان كان أكيد. على صعيد الموسيقى او حتى على صعيد الاستماع؟ اكيد، ومع التوجيه اكيد، يعني دعم مع توجيه بايش انا، وين اكون وليش اكون وكيف اكون. حلو هذا الدعم. البتول يعني اكيد الصوت هو موهبه من رب العالمين، لكن احنا لازم شوي نجتهد نشتغل على هذا الموضوع. وذكرتي انه تعلمتي على اله البيانو، هي اول اله عزفتي عليها؟ صحيح. طب ليه اخترتيها؟ هلا صراحه كان بدي شيء بينزل على الايباد، لانه ما كان عندي بيانو، ما كان عندي اله موسيقيه ابدا، فنزلته على الايباد وبلشت اتعلم. فهون اهلي انتبهوا انه يعني ما عندها شيء بس عم تتعلم، فهم قرروا انه يجيبوا لي فعلا بيانو صغير ابلش عليه، وبلشت الى احلاهم شو داعمين. بعدين الى ان صرت بالجامعه اخترت الاله الشرقيه اللي بدي اتعلم عليها اللي هي كانت القانون. لانه فعليا القانون بيشبه البيانو، بس يعني البيانو يدوي، يعني البيانو بيطرق نقر. اما احنا بالقانون بنضرب بايدينا. فكان شيء مشابه، حسيت اني بقدر اتعلمه بسهوله. حلو. طيب هلا بدنا نسمع شيء منك عشان ما ننطر كثير المشاهدين، اذا بدنا نسمع شيء عن رمضان بما انه هلا احنا في الشهر الفضيل. ناخذ المايك. اكيد. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد، رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الله على هالدفء الجميل بالصوت، ما شاء الله حولك. انت دربتي شيء، يعني دخلتي مثلا كونسرفتوار مشان الغناء او مشان العزف؟ لا، او كله هوايه. هوايه، اجتهاد شخصي. بالجامعه تعلمت القانون ولكن كله سماعي، يعني ما في شيء علمي صراحه. ما في اكاديمي. ما في شيء اكاديمي. لا، لكن لو كانت اكاديميه وين رح توصل؟ ما شاء الله عليك يا البتول. انت بتصفي حالك انه انت صانعه محتوى على السوشيال ميديا، اي حدا اللي عم يشوفنا بده يسال انه شو بتصنعي على السوشيال ميديا؟ شو هي فيديوهاتك؟ شو محتواك؟ طيب هلا انا بشكل اساسي انا فنانه فلسطينيه وبدعم القضايا الانسانيه. يعني بالنسبة لي القضايا الإنسانية هي اختبار لإنسانية كل فنان. صح. فبالنسبة لي أنا بقدم القضايا هاي بطريقة فنية، بحيث أنها بتدخل لكل بيوت الناس بطريقة، خلينا نحكي قوة ناعمة، بطريقة بيعجز الكلام الخطابي أنه يوصل فيها. فمثلا هلأ أحداث غزة بنشوف كيف هم بيفرحوا لما أنت تعمل إشي عنهم بطريقة فنية وفعليا يوصل ويعبر عن مشاعرهم ويوصل لكل الناس. شو كانت مشاركتك بالأحداث الأخيرة لغزة؟ كنت أقدم أناشيد وأغاني عن فلسطين بتشرح الوضع اللي بيصير، ويعني انتشرت ووصلت لكثير ناس. مين بيكتب لك إياها؟ في أشياء يعني عملت مع قنوات، وفي أشياء كانت كفر لأغاني أوريدي موجودة. يعني قد في تفاعل على حسابي خاصة بما يخص القضية الفلسطينية؟ لأنه فعلا يعني بالفترة الأخيرة الكل الأنظار متجهة إلى هناك. صحيح، كان جدا في تفاعل حتى ملحوظ، حتى يعني انا يعني كحساب شخصي بالاخير القضايا
هي بتحيا بالأشخاص وبتحييهم. لما يكون إنسان شخص عنده قضية الناس بتحب تشوفه بتحب تسمع منه، فالحمد لله كان في دعم كتير كبير من الناس، حتى أكثر بكتير من العدد اللي موجود على صفحتي. رغم في تضييق يعني، وعلى طول بنحس على السوشيال ميديا بالرغم من التضييق يعني بيقيدوا كتير المحتوى، بتنزل مشاهدة لما بنحكي على شيء السوشيال ميديا ما بده يانا نحكي فيه. بما انه عم نحكي عن فلسطين وجمال فلسطين والقضية الفلسطينية، شو رأيك نسمع شيء عن فلسطين؟ أكيد. شو حابة تغني عن فلسطين؟ هلا بتسمع. يلا مفاجأة. عدموا غصن الزيتون، ضربونا رصاص مدافع، مسموح لهم شو ما يكون واحنا مش مسموح ندافع. عدموا غصن الزيتون، ضربونا رصاص مدافع، شو ما يكون واحنا مش مسموح ندافع. يا شعوب الدنيا شو الحل؟ صوت الطفل يسأل مين يوقف هالمحتل؟ شو ضل بعد شو ضل؟ يا هالشرعية الدولية يا أمي عربية، اصحوا يا هالملايين. وين الصح وإيه؟ والله إن شاء الله يصحوا الملايين، وفعلا كلنا نقدر نطالع غزة بالشي اللي عم يعيشوه أهلنا، أهلنا بغزة، في ورمضانهم كريم، ويا رب يكون يعني إن شاء الله رمضان الجاي بيكون أفضل، وكل العيد إن شاء الله كلنا ونعيد، ويكون كل حدا ببيته وفارج الهم عنا كلنا إن شاء الله. بتقول احكينا شوي عن حياتك الاجتماعيه، رفقاتك اكيد بيستغلوكي بالطلعات انه غني لنا بالرحلات، فانت دائما بتكون يمكن محور الرحله. بكل صراحه بنصبح على رفقاتها اللي بيستغلوها على طول. لا لا، هون صراحه الحياه الاجتماعيه، انا انتقلت باكثر من بلد، فلما تكون بتنتقل اكثر من بلد. تركيا سنه ونص تقريبا. وقبل وين كنتي؟ هلا كنت اول شيء بالامارات، بعدين بالاردن درست المرحله الجامعيه، وبعدين اجيت على تركيا. انت درستي بالاردن ما بتركيا؟ مش بتركيا. فرفقاتك رفقات الجامعه هن بالاردن؟ بالاردن. دائما كان في مشاركات، دائما كان في حفلات، في استغلال. وفي مناسف، يعني مناسف الاردنيه والجميد، يعني اتوقع تشفع لهم لاصديقاتك الاردنيه. لا ما كانوا يعزموني. ما كانوا. استغلال اذا هيك على الناس بدون شيء. طيب بتول، انت شهادتك اذا اردنيه، هل يسمح لك انك تشتغلي فيها بتركيا ولا تحتاج لتعديل ايضا؟ هلا اكيد يسمح، وكل شيء بده تعديل هون، وخاصه كمان اذا ما عندك لغه قويه ما بيزبط. ولكن انا شغفي بالفن صراحه طغى على الهندسه المعماريه، ولكن الهندسه المعماريه كمان ساعدتني ساعدتني بكيف بفكر الانسان، طورته كثير، وطورت كمان من المجال الفني. بالاخير هم الاثنين مشتركين بالفن، فكان كل شيء بيدعم بعضه. اذا هلا ما عم تشتغلي بالشهاده؟ شهاده بشتغل فريلانس بس مش شغل ثابت. طب شو بتعملي هلا بحياتك؟ هلا حاليا معتمده على السوشيال ميديا وعلى الفن، بعمل حفلات، بعمل اغاني، بشتغل زي ما قلت فريلانس. بالايفنتات اللي بتصير، اكثر من ايفنت صار عن فلسطين، يعني اول خيار بيكون لهم بما انه منشده فلسطينيه مختصه بفلسطين. شو كانت اخر ايفنت؟ اخر ايفنت كبير كان منتدى الشرق، كان وضاح خنفر. كان في ايفنت عن كسر العوائق، وكان طبعا مرتبط بفلسطين، واستضافوني بال ايضا كنت حاضره بالايفنتات السوريه، بما انه عم نحكي عن سوريا والايفنتات السوريه، وانت على طول حاضره فيهم. اكيد بعتهم تكريزه رمضان. تكريزه رمضان. فما اسمع شيء لسوريا ايضا. اكيد. شو مرق عراسك؟ شو تغيروا ناسك؟ ليش هيك فيكي صار؟ اجتمع الوجع والنار، صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. برافو، الله يسلم هالصوت. يا رب. كلمة أخيرة بتول، شو حابة هيك ننهي اللقاء؟ أول إشي وجع سوريا وفلسطين واحد. أكيد. وأكيد اللي عشناه أنتوا عشتوه بمرحلة ما، ف يعني كلنا مع القضايا الإنسانية كلهم واحد. بالأخير هاي الحدود اللي بيننا انرسمت هي لا تمثلنا، بالأخير كلنا بلاد شام وكلنا واحد. فأكيد تحية لسوريا، وتحية لكل حدا من الشعب السوري أو من الشعب الفلسطيني عم بيعاني، والله يرفع الظلم عن الكل.
أكيد كل التحية لإليك وتحية لكل أهلنا بفلسطين وتحية لزوجتي بما أنه هي فلسطينية أيضا. شكرا لإليك البتول الشريف منشدة فلسطينية وصانعة محتوى. نهارك سعيد. شرفتينا بتول. نهارك سعيد. شكرا كثير. أهلا وسهلا.